هذا الحداثي يا اخوان. شلال ليتفوس هذا قريب من أدة، تقريبا 5 كيلومتر. سبحانك ربي. شلال ليتفوس واصل. ما زلنا في شلال ليتفوس، شوفوا قوته كيف. النرويج طبعا قرية أدة. هذه الأماكن، بعض الأماكن اللي تقدر تزورها قريبة من هالأماكن هاي، يحطون لك أسماء والخارطة تدلك وين تبغي تروح. رهيب 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 رهيب. هذا الحداثي يا اخوان.